في لقائه مع بعض ممثلي وسائل الإعلام عرج الرئيس على رؤيته السياسية وأهم المحطات المنتظرة والمستجدات التي عرفت الساحة حيث أكد بشأن المشاورات التي نظمها مع عدد من الشخصيات أنه استفاد من هذه اللقاءات وكشف عن بعض ما دار فيها نأخذ بعين الاعتبار خديدة بعين الاعتبار طلبات نتاع حراك ونواصل أغلبهم كانت فيه بلغوني طلبات فيما يخص تهديئة وفيما يخص أغلبهم يعني كان هذا هو المحور الاساسي كذلك في المنهجيه هما مع تغيير الدستور بالطبع تبون أكد ان الدستور القادم لن يكون على مقاس احد ولن يكون فيه نقاش حول الهوية مؤكدا أن المسودة التي ستقدمها لجنة العرابة ستكون بمثابة قاعدة نقاش. وهي الهوية أنا بعتها على الدستور فصل فيها الشعب خلاص النقاش في البرلمان ما دام يكون متلفز ويكون مباشر يعطي توضيحات اكثر للمواطنين اللي هما اللي يمشوا يصوتوا اغلبهم ما عندهمش اختصاص في الدستور ما عندهمش اختصاص ولكن يشوفوا هذا الصراع الافكار وهذا تعطيهم فكره على اساس دستور قابلينه ولا ماهوش قابلين تعديل القوانين العضويه سيكون ضروره بعد تعديل الدستور وعلى راسها قانون الانتخابات للقضاء على ظاهره التزوير المجمع على وجودها حسب الرئيس قانون الانتخابات يجي ربما في الدرجه الثانيه بعد تعديل الدستور لان كل الناس تشتكي من الانتخابات الانتخابات عندنا هذا الطابع ولاصق لها في الجلد كما يقولوا ان فيه تزوير تجديد الطبقه السياسيه احد الاهداف التي كشف الرئيس انه سيعمل عليها عن طريق الدفع بالكفاءات الشابه في المجالس المنتخبه محليا ووطنيا